تداول مغردون على موقع تويتر مقطع فيديو وثق أحدثه للمطربة الإماراتية أحلام الشمسي وهي تغني أغنية يا طير. وأظهر الفيديو المطربة أحلام في جلسة مسائية من ليالي الشتاء وهي تغني بطريقة حزينة أغنية يا طير للشاعر الراحل مساعد الرشيدي. وحظي مقطع الفيديو على تفاعل وإعجاب واسع من جانب المغردين بسبب أداء وصوت أحلام المميز بدون المؤثرات الصوتية. دخيل الريش تين الليل تضف وتحل عن عيني، دخيل الماء ومن حل الماء وحزن الماء قبل ما تطير، تهيا للهبوب اللي تصافق شراييني، دخيل الغصن يوم